ناخذ الدرس الثاني عشر ان شاء الله. On passe au cours numéro 12. Si vous n'avez pas de questions dans ce cours, on passe au cours numéro 12 ان شاء الله. سعاد السلام عليك ورحمة الله وبركاته. البنت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا بنت؟ Comment tu vas, ô la fille? أنا بخير والحمد لله. Je suis bien et merci à Dieu. من أين أنت؟ D'où tu es? أنا من الرياض. Je suis de Riyad. ما اسمك؟ Comment tu t'appelles? اسمي آمينة. Je m'appelle آمينة. أين أبوك؟ Il est où ton père? أبي هنا في المدينة المنورة. Mon père est ici à Médine. هو موجه في المدرسة الثانوية. C'est un conseiller d'orientation dans le lycée ou bien dans l'école secondaire. وأين أمك؟ Et elle est où ta mère? هي أيضا هنا. Elle est aussi ici à Médine. هي طبيبة في مستشفى الولادة. C'est un médecin dans la maternité. ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ Et qui est cette fille qui est avec toi? Est-ce qu'elle est ta sœur? لا هي بنت عمي. Non, c'est ma cousine. ما اسمها؟ Comment elle s'appelle? اسمها فاطمة. Elle s'appelle فاطمة. أهي زميلتك؟ Est-ce qu'elle est ta collègue? لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. Non, moi je suis dans l'école moyenne et elle est dans l'école secondaire. ألك أخت؟ Est-ce que tu as une sœur? لا ما لي أخت. Non, je n'ai pas de sœur. ألك أخ؟ Est-ce que tu as un frère? نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. Oui, j'ai un grand frère. C'est un étudiant à l'université. ومن هذا الطفل الذي معك؟ Et qui cet enfant qui est avec toi? هو ابن أخي. C'est le fils de mon frère. ما اسمه؟ Comment il s'appelle? اسمه سعد. Il s'appelle سعد. أمك في البيت الآن؟ Est-ce que ta mère elle est à la maison maintenant? لا ذهبت إلى المستشفى. Non, elle est partie à l'hôpital. Est-ce que vous avez des questions dans ce texte? هل عندكم أسئلة في هذا النص؟ إسلام سألت عن كلمة قصير سيسا؟ قصير؟ أين كلمة قصير؟ أين هي كلمة قصير؟ أنا ما أرى كلمة قصير في الدرس الحادي عشر. لا ما سألت. طيب هل عندكم أسئلة في هذا النص؟ Est-ce que vous avez des questions dans ce texte؟ الدرس الثاني عشر. نعم. طيب نقرأ هذه الجمل. التمرين الأول اقرأ واكتب. ليزي سي فراز. من يقرأ الجملة الأولى؟ من يقرأ الجملة الأولى؟ أبو هارون تفضل. كيف حالك يا أبي؟ جيد. الجملة الثانية أبو إسحاق. كيف حالك يا أمي؟ جيد. كيف حالك يا أمي؟ الجملة الثالثة إسلام. أين ابنك يا زينب؟ نعم، أين ابنك يا زينب؟ ذهب إلى المسجد. الجملة الرابعة ياسين. أين بناتك يا أمينة؟ ذهبت إلى المدرسة.
نعم أين لا ليس أين بناتك، أين بنتك، أين بنتك يا آمنة ذهبت إلى المدرسة. الجملة الخامسة مسلم تفضل. لمن هذه الساعة الجميلة؟ أهي لك يا فاطمة؟ نعم هي لي. جيد، لمن هذه الساعة الجميلة؟ أهي لك يا فاطمة؟ نعم هي لي. الجملة السادسة أبو هارون. أهذا قلمك يا محمد؟ لا هذا قلمك أنت. جيد، أهذا قلمك يا محمد؟ لا هذا قلمك أنت. يعني إذا كانت عندكم كلمة لم تفهموها فاسألوا عنها. Entre temps, on est en train de lire les phrases. Si vous avez un mot ou bien une phrase que vous n'arrivez pas à comprendre ou vous avez un doute, yani, posez la question. Barakallahu fikou. Abu Ishaq, tafaddal. تلك السيارة الجميلة التي خرجت تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة هي للمدير. الجملة الثامنة إسلام. أنت مهندس يا أخي؟ أنا طبيب. نعم محمد، أظن أن عندك مشكل أنك تحمل اللاقط ولا تتكلم. Tu prends le micro et tu ne parles pas. Apparemment, tu as un problème dans le clavier. Quand tu touches quelque chose, hein, tu vas directement, yani, ça passe ou bien s'incline sur le micro. الجملة الأخيرة، من يقرأ الجملة التاسعة؟ من يقرأ الجملة التاسعة؟ نعم أبو إسحاق تفضل. أأنت طبيبة يا أختي؟ لا أنا مدرسة. جيد، أأنت طبيبة يا أختي؟ لا أنا مدرسة. جيد، التمرين الثاني، اقرأ كل جملة من الجمل الآتية ثم اقرأها أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. اقرأ لي les phrases suivantes ثم et après لي une autre fois après que tu changes le monade comme c'est montré dans l'exemple. أين قلمك يا أبي؟ أين قلمك يا أمي؟ أين قلمك؟ هذا للمذكر يا أبي. أين قلمك؟ هذا للمؤنث يا أمي. جيد، الجملة الأولى إسلام تفضل. عندك قلم يا محمد؟ عندك قلم يا نعم، عندك قلم يا محمد؟ عندك قلم يا آمنة؟ أبو هارون تفضل. أين بيتك يا أستاذتي؟ أين بيتك يا أستاذي؟ أين بيتك يا أستاذتي؟ جيد، الجملة الثالثة، الثالثة محمد. أهذا دفترك يا علي؟ أهذا دفترك يا أهذا دفترك يا فاطمة؟ أبو إسحاق تفضل. من أين أنت يا أخي؟ من أين أنت يا أختي؟ نعم، من أين أنت يا أخي؟ من أين أنت يا أختي؟ الجملة الخامسة مسلم. أين أبوك يا خالد؟ أين أبوك يا خديجتي؟ يا خديجة. أين أبوك يا خالد؟ أين أبوك يا خديجة؟ الجملة السادسة أبو هارون.
أأنت مريض يا خالتي؟ أأنت مريض يا خالي؟ أأنت مريضة يا خالتي؟ إسلام تفضل. أين بنتك يا عمي؟ أين بنتك يا عمتي؟ نعم، أين بنتك يا عمي؟ أين بنتك يا عمتي؟ الجملة الثامنة محمد. ألك أخ يا حامد؟ ألك أخ يا سعاد؟ نعم مسلم. ماذا عندك يا أخي؟ ماذا عندك يا أختي؟ نعم، ماذا عندك يا أخي؟ ماذا عندك يا أختي؟ الجملة العاشرة أبو هارون. السلام عليك يا أمي. نعم، السلام عليك يا أبي، السلام عليك يا أمي. إذن là le passage du مذكر au مؤنث، hein, du masculin vers le féminin. التمرين الثالث أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية، c'est-à-dire met le sujet au féminin. أنث الفاعل. مثال: خرج محمد من البيت. في هذه الجملة خرج فعل، محمد فاعل. خرج فعل، c'est un verbe. محمد فاعل، c'est le sujet. في المؤنث أو في منا نقول، on dit خرجت آمنة. On change محمد par آمنة. C'est فيم، car c'est فيمنا. Et pour le quand on a un sujet féminin, on met pour le verbe, on ajoute le verbe, on ajoute pour le verbe ta à la fin. Et cette ta, on appelle ta au ta'nith sakina. Hein? On dit kharajat kharajat ta à la fin ta. Celle-là, on appelle ta'a ta'nith sakina. Ou bien, on appelle alamatu ta'nith. Ou bien, on appelle alamatu ta'nith. C'est la marque de féminin. طيب. الجملة الأولى إسلام. ذهب المدرس إلى الفصل. نعم أحسنت. ذهبت المدرسة إلى الفصل. الجملة الثانية محمد. ذهب أبي إلى المستشفى. جيد. ذهبت أمي إلى المستشفى. ذهبت أمي إلى المستشفى. الجملة الثالثة. جلس الطالب في الفصل. محمد، اسم محمد العلوي. جلست طالبة في الفصل. جيد. الجملة الأخيرة. خرج أخي من البيت. مسلم. خرجت أختي من البيت. نعم، خرجت أختي من البيت. التمرين الرابع. تأمل ما يلي. Observe ce qui suit. جلست الطالبة. هنا عندنا التقاء الساكنين، la rencontre des deux secounes. La première secoune dans جلست، à la fin du mot، à la fin du mot جلست، on a secoune، secoune sur le ta. Et le second secoune au début du mot الطالبتو، hein، secoune sur l'alif. Et donc une rencontre des deux secounes. Et cela, il faut l'éviter dans la langue arabe. هذا لابد أن نجتنبه في اللغة العربية. Il faut qu'on l'évite. إذن ماذا نقول؟ نقول جلست الطالبة. جلست أن يعني نجعل السكون الأول متحرك. On met حركة pour le premier سكون. Et on dit au lieu de جلست, on dit جلست.
جلست الطالبة. ها جلست الطالبة. إذن à chaque fois où on a rencontre des deux secours, il faut qu'on met haraka pour le premier secours. On met haraka pour le premier secours. طيب التمرين الخامس اقرأ الجمل الآتية. اقرأ الجمل الآتية. إسلام اقرأ الجملة الأولى تفضل. من الفتى الذي كا الآن هو ابن عمي. نعم من الفتى الذي خرج من بيتك الآن هو ابن عمي. كي الانفان كي سورتي دو Chez toi maintenant, c'est mon cousin. Al-jumla thaniya, Mohamed, iqra. Na'am, mani al-fatatu allati kharajat min baytika al-ana ya Mohamedou, hiya bintu khalati. Qui, la fille qui est sortie de chez toi maintenant, oh Mohamed, c'est la fille de ma tante maternelle. Al-jumla thalitha, Abu Haroun, tfaddal. لمن المفتاح الذي على المكتب وهو للمدرس. لمن المفتاح الذي على المكتب هو للمدرس. À qui appartient la clé qui est sur le bureau? Il appartient à l'enseignant. الجملة الرابعة أبو إسحاق. لمن الساعة ليس ساعتي. لمن الساعة التي على السرير هي لزوج أختي. À qui appartient la montre qui est sur le lit? Elle appartient au mari de ma sœur. طيب هنا عندنا اسم الموصول الذي هي التي. الذي اسم اسم موصول للمفرد المذكر. C'est un pronom relatif pour le singulier masculin. والتي اسم موصول للمفرد المؤنث. التي c'est un pronom relatif pour le singulier féminin. Si on a compris cela, et الذي veut dire qui. الذي ou bien التي veut dire en français qui. من الفتى الذي خرج. Qui est l'enfant qui est sorti. من الفتاة التي خرجت. كي لا في كي سختي. طيب التمرين السادس أكمل الجملة الآتية بوضع اسم موصول مناسب الذي وبيا التي في الفراغ. طيب إسلام تفضل pour la première phrase. نعم أحسنت. طيب القلم الذي في الحقيبة مكسور. هنا la première phrase c'est محمد في la première phrase. الكتاب للمدرس. الكتاب الذي على محمد la phrase. بارك الله فيك. Je n'ai pas entendu محمد. Est-ce que tu m'entends? الجملة بارك الله. نعم تلك البطة التي تحت الشجرة لبنت الفلاح. تلك البطة التي تحت الشجرة لبنت الفلاح. من الجملة الجملة السابعة. تسمعون؟ نعم الجملة السادسة. رضا في لا سيتيام فراز. رضا الجملة السابعة أو ياسين تفضلوا. البيت الجديد التي الشارع للوزير.
جيد نق بيت et on ne dit pas le بيت hein. البيت الجديد الذي et pas التي لأن البيت c'est مذكر البيت في اللغة العربية c'est la maison c'est féminin non en arabe البيت c'est مذكر masculin إذن on dit الذي في ذلك الشارع للوزير الجملة الثامنة رضا la huitième phrase الدرس الذي بعد هذا الدرس سهلا جدا نعم نقول الدرس ليس سهلا سهل جدا الدرس الذي بعد هذا الدرس سهل جدا ها طيب الجملة التاسعة لنا الأخيرة الجملة الأخيرة بارك الله فيك الجملة الأخيرة محمد تفضل أتلك التي تحت المكتب لك يا خالد لا هي لصديقي محمد هي لصديقي محمد الكلمات الجديدة العم أخو الأب العم أخو الأب تعرفون ما معنى هذا؟ العم أخو الأب سي لانغل باترنال نعم العمة أخت الأب العمة أخت الأب لا تانت باترنال نعم لا تانت باترنال سي لا سور دي بير الأخ عفوا الخال أخو الأم سي لانغل ماترنال نعم L'oncle maternel, c'est le frère de la mère. Al-khalatu ukhtul ummi. Al-khalatu ukhtul ummi. Al-khalatu ukhtul ummi. La tante maternelle. Na'am. La tante maternelle. Jayid. Et c'est la sœur de la mère. La tante maternelle, c'est la sœur de la mère. Al-fallahu. الفلاح الفلاح سي لاغريكولتور او بيان لو بايزان او بيان لو فيرمي نعم طيب ثم مستشفى الولادة مستشفى الولادة سي لا ماتيرنيتي سي لا ماتيرنيتي نعم هذا ما جاء في هذا الدرس الثاني عشر من عنده أسئلة فليتفضل بها celui qui a des questions il peut les poser هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك